في واشنطن وعند الأمريكان. أعتقد الإدارة الحالية إدارة بايدن تمر بارتدادات كبيرة زين، وهذه الارتدادات يعني جعلت بايدن في تخبط وفي حيرة وفي مشاكل، وهذه فيها ترتبط بالعملية الانتخابية اللي تريد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن يمر بمعركة مع الجمهوريين. فرضا إذا استطلعنا تصريحات النواب الجمهوريين بعد تنفيذ الضربات في الأيام المنصرمة على المربع الحدودي العراقي السوري، الجمهوريين يدعون بايدن، يوصفون رد بايدن في الرد الخجول، ويدعون لبايدن أن يقصف إيران. زين، يقولون أنت لا تستطيع أن تقصف إيران فأنت تقصف العراق. وبالتالي هو يرتكب خطأ استراتيجي عندما ينتهك السيادة العراقية، ويتهمون على أنه إحنا نقصف أفراد ومقار إيرانية، وهذا غير صحيح. الذين استهدفوا، عزيزي علي لأكمل الفكرة لو سمحت، الذين استهدفوا أفراد عراقيين ينتمون ومنضوين تحت تحت قرار القائد العام للقوات المسلحة. فبالمحصلة بالمجمل إحنا لا أعتقد أننا سنشهد محاورات جدية في موضوعة إخراج قوات التحالف الدولي إلى شهر 11 زين، حتى أن يتم الموضوع الانتخابات. وإذا ما رجعوا إلينا الجمهوريين فأعتقد أن ملف إخراج قوات التحالف الدولي من العراق سيغلق نهائيا، يعني خصوصا إذا رجعنا تراب مرة أخرى. أعتقد هذا الموضوع ما راح يصير فيه